موضوع التدريب هذه قصة نتكلم فيها، لأن كلمة تدريب بحر، ما هي كلمة بس إن كل شخص يأسس أساسيات هذا مدرب، لا، كلمة التدريب بحر، هي روحانيات قبل تكون أساسيات، هي تواصل بينك وبين الكلب، هي علاقتك تكون مع الكلب، هذا المدرب الصحيح، وهذا الشيء اللي نتعلمه كنا من مبارك النوبي. طبعا الناس قاعد تتساءل يعني شنو الفوائد انت احنا قاعد نسويها بالمدرسة. احنا من ناحية التدريب في فوائد وفي من المحاضرات في فوائد، فاحنا نبلش اول شيء بالاساسيات، هي المحاضرة عشان نوعي الناس شلون يتعامل مع الحيوان اللي بين ايده.